إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، وحفظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مرحبا بكم في درس فقهي جديد من دروسنا في الأحكام الفقهية المتعلقة بالأقلية المسلمة الموجودة في ديار غير المسلمين. وتحدثنا في دروسنا الماضية عن مواقيت الصلاة إذا تأخر وقتها كوقت صلاة العشاء، وتحدثنا عن الجمع بين الصلاتين. والآن بمشيئة الله سبحانه وتعالى نتحدث عن حكم مهم، ألا وهو وقت صلاة الجمعة، هل يجوز يعني تقديمها على وقتها كما نفعل نحن الآن، يعني نبدأ بالأذان والخطبة قبل موعد أذان الظهر، فهل هذا صحيح من الناحية الفقهية ومن الناحية الشرعية؟ بداية نقول أن العلماء أجمعوا على أن الجمعة واجبة وأنها فرض عين، وأن ترك صلاة الجمعة إثم بلا خلاف، لقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، يعني عن تركهم الجمعات، لينتهين أقوام عن ودعهم أي تركهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. أما عن وقت صلاة الجمعة فذهب جمهور العلماء إلى أن وقت الجمعة هو بعد الزوال، يعني في وقت الظهر، زوال المقصود به زوال الشمس عن كبد السماء يعني. وإن وقعت قبل الزوال، يعني عند جمهور العلماء إن وقعت صلاة الجمعة قبل الزوال فلا تجوز، إلا هناك يعني جمع من الفقهاء يعني جوزوه، يعني ذهب الجمهور إلى عدم جواز، جمهور العلماء ككل إلى عدم جواز صلاة الجمعة قبل الزوال إلا عند الإمام أحمد وابن راهويه والإمام عطاء، لما رواه مسلم في صحيحه: كنا نصلي مع رسول الله الجمعة ثم نرجع فنريح مواضحنا أي إبلنا حين تزول الشمس. يعني الصحابي اللي روى الحديث بيقول إن احنا كنا نصلي الجمعة مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ويعني بتنتهي الخطبة والصلاة ثم نذهب ولم تزل الشمس بعد. يعني الحديث بيدل لو في صحيح مسلم ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأحيان كان يصلي الجمعة قبل الايه؟ قبل الزوال. ومجموع الأحاديث يدل على أنها تصح حال الزوال وقبله، يعني في وقت الزوال وفي وقت أذان الظهر وقبله. وفي المغني طبعا معروف أن كتاب المغني من كتب الفقه المذهب الحنبلي، في المغني والشرح: المستحب إقامتها بعد الزوال للأدلة، يعني اللي هو في وقت أذان الظهر، بعد الوقت يعني بعد وقت الأذان، بعد وقت أذان الظهر. فبيقول: المستحب إقامتها بعد الزوال للأدلة في ذلك خروج من الايه؟ خروج من الخلاف. ولكن يعني إن اضطرت جماعة في دار غير المسلمين إلى تقديمها على الزوال بدافع المشقة والظروف الحرجة، فيمكن أن يعملوا بقول الإمام أحمد ومن معه، واللي هو أن تصح صلاة قبل الايه؟ قبل الزوال، يعني قبل أذان الظهر، على قول الإمام أحمد ومن معه، احنا كما قلنا الإمام عطاء. وإلى هذا الرأي ذهب من الصحابة ابن عباس رضي الله عنه، ومن المتأخرين ذهب إلى هذا أيضا الإمام الشوكاني، على ألا تتقدم عن الزوال بوقت طويل، لأن الحديث الذي استدل به الإمام أحمد يدل على أن الزوال يبدأ بعد الانتهاء من الخطبة والصلاة حسب ظاهر الحديث، لأن الحديث بيقول: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعدين نخرج فنريح مواضحنا، يعني الإبل، حين تزول الشمس. يعني معنى ذلك أنهم كانوا يصلون قبل الزوال بوقت وقت قليل وليس بوقت طويل. الإمام مالك رحمه الله أجاز الخطبة قبل الزوال دون الصلاة، يعني رأي بيقول مثلا أنه إحنا من الممكن أن إحنا الخطبة تكون قبل الصلاة، ولكن الصلاة تكون في 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 وقت الزوال، يعني في وقت دخول الظهر،
ده رأي الإمام مالك. وطبعا كما قلنا أن رأي الجمهور اللي احنا متفقين عليه أن الجمعة تكون وقتها مع اللي هو وقت صلاة الظهر، ولكن إذا 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 اضطر المسلمون في 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 وقت من الأوقات كما نفعل نحن الآن مثلا إلى صلاتها قبل الزوال، فهذا جائز على رأي الإمام أحمد ومن معه أو من ذهب إلى هذا الرأي. يعني معنى ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى أن ما نقوم به من صلاة الجمعة قبل الزوال هو أمر يعني له الرأي أو له يعني ما نعتمد عليه من خلال أقوال الفقهاء السابقين. سؤال آخر في صلاة الجمعة اللي هو بالنسبة للخطبة، هل تصح الخطبة بغير اللغة العربية؟ يعني فرضا أنه أحيانا بتجد بعض المساجد مثلا باكستان والأتراك والبنغلاديش، وربما يعني في الضواحي هنا تجد بعض المساجد هكذا، لكن مثلا في روما موجود مساجد كثيرة للبنغلاديش والباكستان، وربما تجد أيضا بعض هذه المساجد في ميلان، وموجود مثلا هذه المساجد بكثرة في دول أوروبية كثيرة مثل ألمانيا مثلا. فهل وأنا في نفس الوقت يمكن حضرت كنت يعني دعيت إلى خطبة في أحد المساجد ووصلت متأخرا، يعني وصلت أثناء الخطبة يعني وأثناء يعني في أثناء قيام الخطيب بأداء الخطبة، كان الخطيب من السنغال وكان يخطب بغير اللغة العربية، فيعني في كان ده في جنوة. فالسؤال لو استمعنا إلى خطبة بغير اللغة العربية، فرضا أنك أنت الظروف اضطرتك مثلا أنك أنت تصلي في مسجد باكستاني ولا في مسجد بنغلاديش ولا مسجد مثلا يعني يتبع للإخوة العجم وخطيبهم يخطب بغير اللغة العربية، فهل الصلاة صحيحة؟ حتى ربما في 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 لما مثلا نقوم بزيارة بعض الدول اللي هي الأعجمية مثلا زي السنغال، مع أن المفروض أن السنغال بتتحدث باللغة العربية ولكن ليس الكل، أو غانا أو مثل هذه الدول، وقام الخطيب بالخطبة بغير اللغة العربية. على كل هو السؤال العام، هل تصح الخطبة بغير اللغة العربية؟ طبعا ذهب الجمهور عن جمهور العلماء والفقهاء إلى أن اللغة العربية تشترط في الخطبة، لأن الخطبة ذكر وشرط فيه العربية كالتشهد، يعني الإنسان لما يتشهد في الصلاة يعني يشترط العربية، وتكبيرة الإحرام كذلك التكبيرة الأولى اللي في الصلاة يشترط فيها العربية، ولأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كان لا يخطب إلا بالإيه؟ إلا بالعربية. وذهب أبو حنيفة، الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله، هنكمل بس وبعدين هنترك المجال إن شاء الله. ذهب الإمام أبو حنيفة إلى جوازها بغير اللغة العربية. الإمام أبو حنيفة من الفقهاء الأربعة الكبار يعني، ذهب إلى جواز الخطبة بغير اللغة العربية سواء كان ذلك بعذر أو بغير عذر، وأجازها صاحبه اللي هو الإمام محمد بن حسن الشيباني والإمام أبو يوسف، يعني أجاز الخطبة بغير اللغة العربية في حالة العذر، يعني في حالة الاضطرار فقط، يعني إذا لم يوجد خطيب يعني يخطب إلا بلغة غير العربية ففي هذه الحالة يكون أمر جائز. وكذا الحنابلة، وعندهم يعني عند الحنابلة رواية توافق رأي أبي حنيفة ولكنها مرجوحة في المذهب. يعني الإمام أبو حنيفة بيقول أن اللغة أن الخطبة تكون من الممكن أن تكون بالعربية أو بغير العربية، إذا كانت بغير العربية فهذا جائز سواء كانت بعذر أو بدون أو بدون عذر. وبعدين السؤال المطروح، ما فائدة الخطبة بالعربية إذا كان المستمعون لا يفهمونها؟ فرضا أنك أنت بتخطب في مجموعة من من العجم لا يفهمون اللغة العربية، إذا ما فائدة الخطبة إذا كانوا أصلا لا يفهمون إذا كانوا لا يفهمون اللغة العربية؟ ما هو المفروض في الخطبة أنها تكون للوعظ والتذكير وتعليم الناس والحث على الأداب ومكارم الأخلاق، فبالله عليك لو أنت بتخطب باللغة غير اللغة التي يفهمونها، كيف تصل هذه المقاصد اللي مقاصد الخطبة إلى الذين يستمعون لها؟ إذا كنا نحن طبعا نعاني مع الجالية الأعجمية المسلمة الموجودة معنا في خطب الجمعة، طبعا لأننا نخطب باللغة العربية وفي نفس الوقت هم لا يفهمونها،
فبالتالي بتكون في يعني صعوبة بالنسبة لتوصيل أمور الدين إليه. فللخروج من الخلاف وليطمئن كل مسلم إلى أن صلاته صحيحة يمكن اتباع إحدى الطريقتين الآتيتين. الطريقة الأولى أن يأتي الخطيب بأركان الخطبة التي قال بها الموجبون للعربية، يأتي بأركان الخطبة باللغة العربية ثم يأتي بالوعظ بلغة السامعين للحاجة والعذر. يعني أركان الخطبة اللي هو البدء بحمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه والصلاة على رسول الله والشهادة شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والأمر بالتقوى، دي كلها من أركان من أركان الخطبة. دي من الممكن كلها تأتي مثلا في الدقيقة الأولى وبعد كده يخطب باللغة التي يفهمها المجتمع، على أساس أن أركان الخطبة هي موجودة. وفي حقيقة البعض مثلا من الإخوة العجم حينما يقومون بالخطبة يبدأون بهذا، يعني يقول لك مثلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على رسول الله ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم يبدأ بهذا كلها يعني مجرد يعني ليه الشهادة أو الحمد لله عز وجل والصلاة على الله سبحانه وتعالى والصلاة على رسول الله والشهادتين، يعني كلها لا ربما لا تأخذ دقيقة واحدة ولا دقيقتين، ثم بعد ذلك يبدأ بالإيه بالكلام باللغة التي يفهمها الجمهور من يستمع إليه. الطريقة الثانية أن تلقى الخطبة باللغة العربية ثم تترجم، يعني كانت تفعل بعض المساجد سواء في أثناء الخطبة أم بعد الانتهاء من صلاة الجمعة، والترجمة إما أن تكون من قبل الخطيب نفسه أم من قبل إنسان آخر يقوم مقامه في الترجمة. ونستطيع أن نقول إنه يجوز إقامة الخطبة بغير العربية إن كان هناك عذر وحاجة وإلا فلا، مع مراعاة قراءة الآيات كما أنزلت ثم تترجم. وبهذا القدر نكتفي بالحديث عن أحكام صلاة الجمعة من ناحية تقديمية ومن ناحية الخطبة بغير اللغة العربية.